الطباخ الجديد من بوش هو رفيقك الأفضل في المطبخ، فمع تجويف XX لارج الفريد وبسعة 147 لتراً، قومي بطهي كميات كبيرة من العزائم لأكبر التجمعات العائلية، وبابها المحكم يحتفظ بالحرارة والروائح ويمنع تسربها. تعمل ميزة السلامة الكاملة على قطع إمداد الغاز على الفور في حال انطفاء الشعلة. بوش، تقنية للحياة. مساكم الله بالخير والعافية، ألتقيكم اليوم بحلقة جديدة من مطبخي مع الشيف عرفان. اليوم راح نشتغل مندي اللحم، لأن سوينا مندي الدجاج، طلبوا إنه أكو ناس ما يحبون الدجاج نسوي لهم مندي اللحم. مندي اللحم عموما محتاج وقت أكثر من ما يحتاجه مندي الدجاج، لأن نعرف إنه الدجاجة تستوي أسرع من ما يستوي اللحم. لكن دائما نختار يسموه هو القصاب يعرفها، عم تروحوا له تقولوا أنا إحنا أهل مصلحة، قول له أريد قابرغة. قابرغة اللي تبدي هي من بعد الفخذ وتنتهي يم بيت اللحم، على ما تروحون مضبوطين يما تحشون براحتكم. تبدي من فوق يعني نقول تحت الفخذ وتنزل حد بيت اللحم. لا تاخذون بيت اللحم لان راح يشيل الدهنه مالته، فانتوا يم بيت اللحم قول له من ناقص لي، تاخذوا لكم فد كيلو كيلوين وتسووه بطريقه المقادير، راح نشوفه بعد قليل ونسوي سوا. ما عندي لحم غنم كيلوين ورز كيلوين، توابل كامله ملعقه طعام او ازيد براحتكم، كاري، جوز الطيب، فلفل اسود، صبغ الزعفران، زعفران دهن حر، زيت، ملح وقصدير وورق الزبده. اول ما راح نشتغل كالعاده اللحم افضل دائما اللحم شو نسوي له؟ خلي اغسلها ولو هي مغسوله عشان نعيد غسلها. اللحم يتنقعوه يعني احنا دائما بالقوزي او بالتشريب او باي موضوع اخر اشتغل به اجيب اللحم انقعه شيء 5-6 ساعات بمي وملح. ليش؟ على مود الملح يدخل بداخل اللحمايه بالاضافه انه اتخلص من الدم اللي موجود به. زين هسه نسوي نفس ما سوينا بالمندي الدجاج. مبيوعه هاي ماكو مال. زين اول شيء حضر الدهن الحر يمنا، فلفل اسود، هيل وزعفران. شنو وزنه قافيه هنا. بهارات يعني للمندي انا اسويها دائما اللي هي هوايه مواضيع بها، بس الاهم منهم عندي كبابه، عندي قرنفل، عندي جوزة الطيب، هاي كل هالمواضيع تكون كلش طيبه ويا اللحوم لما نشتغلها. اوكي الكاري كلش مهم، هاي طريقتي الخاصة مو الطريقة اللي يسووا لكم اياها بالمطاعم، يجوز هم طريقتهم اطيب وافضل. ملح بس ماكو افضل من ياش بيكم الشغلاتكم. زين صبغ الزعفران او لون الزعفران. اوكي هذول خلصنا منهم وانتهى الموضوع مالتنا. ناخذ الكاري ما احتاجه بعد. ايش راح اضيف عليهم؟ على مود اخلي صبغه الزعفران والزعفران يبدي يطلع اللون والطعم مالته، ايش اضيف له؟ شويه مي حار. شكرا عدول. شوف هنا المي الحار راسا يخلي الزعفران
ينطي النكهة مالته ويبدي يفرز اللون مالته. شوفوا ايش راح اضيف بعد؟ دهن الحر. هاي انتهينا من اخليها مكس اخذ عادي. زين بعد ما خلينا هنا شويه مو هو مي حار راح يبدي الدهن يذوب عندي. باعوا شلون صارت؟ رأسا للمغسلة هاي أبد ما نخليها على أي مكان عمود لا تصبغ الدنيا عندي. أضيف عليه شوية زيت. زين نجي على للحيمة. أنا شوية كانت إيدي بيها من سويت اللي بالفرن فصار شوية اللون ما تتغير بس هسة أكفولي بدل ما أصبغ لكم الدنيا كلها اليوم. شوية ألمنيوم فويل ناخذ منه ونخليه هنا على مود الميز مالتنا ما يتوسخ، فهمتوني؟ ونشتغل براحتنا. هسه شوفوا نجي هنا هم النوبة هنا. هي هاي القابرغة اللي أقول لكم عليها دائما تصير بالقوزي كلش طيبة، هي اللي أنبيها دهنة ودائما على القصاب إذا حباب يسوي لكم إياها. نختار نختار خروف سمين. الخروف السمين يصير بيه دهن هواية، هو مو كبير يعني مو كبير وإنما سمين يعني العمر مالته يكون نفس الاعمار اللي طيبه تكون وما يكون لحمه قوي صاير او شيء، لكن هو بالنهايه يكون شويه سمين الخروف، فهمتوني؟ هنا نجي نخليها ونجيب القطعه الثالثه. هذا صار جاهز. اجينا ادير الباقي عليهم. ركض 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 وين؟ لهنا لان صبغون الدنيا ورا شويه تلقون المطبخ صار عين النمر. خطوط بيض سود وصفر يصير عندكم، فضروري حتى الجفوف نزعوها بالسنك. اوكي؟ يعني راح تبدي تنقط على القاع او الميز او التخته او اي شيء ثاني. زين هسه خلصنا من اللحم نتركه فد يعني هو عموما انا افضل ينترك شيء 4 ساعات 3 ساعات نتركه نعوفه يشبع بالنكهه ياخذ النكهه، فهمتوني؟ الافضل انه نتركه هالفتره. الم هاي هنا اخر هاي مو الا هي تسوله بس انا على مود الم الفويلد اللي عندي السليفون عمود الميز مالتنا ما يتوسخ. هنا عندي تمن قرجيه اوكي اللي قلنا نتراهن عليه على الكفاءه الموجوده عندي بهذا التمن. بس لا توقع اقفل
نجيب كاسة خليه هنا ونغسل التمة غسلة حلوة. كان اكو طباخ عندنا رجال كبير لي هواية يعني كنت اسولف فيها واستفيد منه، بس انا قلت لكم الطبخ الشرقي امي علمتني اياه، على التليفون كنت كل شيء ما اعرف اطبخ. المهم فيقول التمن اللي ما بينشى هذا مو خوش تمن. قلت له ليش؟ قال يعني مخزون لفتره طويله وفاقد كل شيء، شكو نكهه بي رايحه وشكو مواد موجوده بي تكون رايحه. بالمناسبة هذا التمن أريد أسوي لكم حلقة على المي ما التمن هذا شقد يفيد الوجه، شقد يفيد الوجه إنه مو هنا مو السنك يفيد الوجه، شقد يفيد الوجه لما نغسل به. حلقة إن شاء الله أسوي لكم عنها كاملة وشون تحضروه وشون تسوون مي التمن تخلوه ببخاخ وتستخدمون وجهكم، كلش مفيد يكون. أنا ما نقع التمن أبداً، ما أحب نقع التمن هو ينقعوه. أنا أبداً يعني منا للجدر رأساً. زين الجدر نفسه المسكين ذاك اليوم اللي يحترق طب للفرن نفسه راح نشتغل به. أوكي ايش راح نخليه؟ مو هواية زيت هالمرة، ليش؟ عندي دهن هواية هناك راح ينزل وكل شيء بعدين ما نفتهم من التمن. هاي مو هواية مو صح عدي فوزي؟ زين راح نخلي التمن، بسم الله ايش راح نخليه؟ نومي بصرة حسب رغبتكم. اوكي راح نخلي توابل الخشنه نتاليا هيل شوفوا هنا خلينا التوابل الخشنه كلها. اوكي شباب ناخذ مقادير مره ثانيه بعد اذنكم. يلا زين ملح قلت لكم مقادير تعجبها المشل بس ماكم علاقة. هنخلي الملح. زين البهارات وانواعها الهواية وكمياتها وباختلافها واختلاف مناشئها، لكن عندنا كلمة برياني شنو معناها ومين جتي أصولها؟ إلها معنيين، اي واحد راح تقولوا راح اقول لكم اوكي انه هو هاي اجابه ماشيه وراح تدخلون القرعه. كلمه برياني برياني عفوا ان صح التعبير شنو معناها؟ اوكي وليش سموه البرياني؟ انتظر اتصالاتكم واكيد الجوائز المقدمه من شركه بوش. تحياتنا لهم ولادارتهم الموقره وكل الادوات وكل الناس اللي تفوز تروح تاخذ جوائزها من الشركه. شلونك عبير؟ الو السلام عليكم. شلون اخبارك؟ الحمد لله بخير، انت شلونك شي؟ الله يرضى عليك ويخليك ابويا، شلون صحتك؟ الحمد لله بخير ان شاء الله، زي رمضان كريم. الله اكرم علينا وعليكم، عيني انت. معنى كلمه برياني يعني هي اصلها نقول يعني بلغي
وهي طبقه من اللحم والخضروات يعني اصلها من الهند. معنى الكلمه، الكلمه ليش سموه برياني؟ مو يعني الكلمه، ما الكلمه برياني من جدي بسبب منو سماها؟ يعني اصلا قصدك اصل كلمه برياني؟ نعم. هي يعني تقول اسم دوري بالجوجل، دوري دوري انت وياي. يعني باي باي، لا تستعجلين، باقي وياك نهاية البرنامج، جاوبيني على راحتك. لا تستعجلين، لا تستعجلين. سولفي. لا يعني نقول، أنا أقول برياني تريد، هم نقول طبق أصلها لو يعني نقول مواد ما تريد. مو المواد، الكلمة من جدي. يعني يا أصلا كلمة من قارة الهند يعني نقول. أوكي. بعدش مصر على رئيس، ممنون منك يا عبير وشكرا لك، ونفسح المجال لباقي المتصلين. زين مشبك نفسه اللي خليناه ذيك المرة واشتغلنا به، اوكي نفس المشبك. نحضر المي مالتنا، المي قلنا شوية ازيد من المي اللي نشتغل به دائما ويتم من شويه، ننطي كميه اكبر يعني نقول اكثر مو اكبر، عفوا دائما اغلط بيهم، اكثر على مود نضمن استواء التمن بالشكل الصحيح مثل التمن واللحم اللي موجود عندي جوا. شوفونا كلمه برياني من جتي، من يا دوله، ولا تحكوا لي اي تفاصيل بعد، هي من جتي مع مود لا دوخكم، عفوا مو تشرفوني باتصالكم ونسولف للصبح اليوم، لكن على مود ما تدوخون انتو. خلي المي. شلونك تماره؟ مرحبا كيف؟ شلون اخبارك؟ عليكم السلام. سولفي لي يا تماره. معنى كلمة البريان هي اصلا كلمة تعود الى الفارسية، يعني اصلا كلمة فارسي. ليش؟ اصلا كلمة ليش؟ ليش؟ شنو اللي عندهم بالفارسية يعني وسموها برياني؟ هاي هيك خارج يعني سؤال، انت جاوبتي بس اسالك يعني شنو صراحه ما اعرف. على عيني وراسي، شكرا لك يا تمارا، تحياتي لك ولاتصالاتك الدائمه ويانا تشرفينا. زين ام غسق شلونك؟ السلام عليكم. شلون اخبارك؟ الحمد لله، رمضان كريم. الله اكرم علينا وعليكم، يرضى عليك ويخليك يا رب. رحم الله والديك. والديك، سولفينا يا مغسق. كلمة برياني معناها هي كلمة أصلها فارسي ويجي معناها قلي أو شوي. إشارة إلى أن الرز يعني معناه مقلي بالزيت. شلون أنا أسوي؟ طبخة. أوكي. طريقة ممنون. طريقة طبخة. ممنون منك يا مغسق، ممنون منك أبويا. عيني. اللحمة الحلوة هاي. هنخليها هنا. اوكي. نشيل الصوص اللي باقي هنا. نخليه. بعدها بعد ما ننزع الجفوف. ايش راح اخليه؟ شوية زيت. اوكي زينب، الو. السلام عليكم شيخ. اهلا وسهلا، شلونك؟ رمضان كريم. الله اكرم علينا وعليكم. شيخ اطلب منك طلب راح يخلص رصيدي. اي اي سالفي، احنا نخابر. اي خابرني انت في دورك، لك اريد اطلب منك طلب ولا تخجلني بدعوه امك. بخدمتك. قولي انت، يا دقيقه ماشيه بسرعه ملحقين. احنا قاعدين ايجار 250 واحنا 6 بنات. زين. بابا يشتغل حمال ونريد ملابس للعيد، وبكيفك انت؟ صار. صار. صار تؤمرين، شباب اخذ رقمها. شو دور روح لك؟ تؤمرين، والله برقبتي تؤمرين.
تؤمرين امر بعين جهالك اعتبرنا مثل بناتك. تؤمرين امر على عيني وراسي، على عيني وراسي. صار الله يرضى عليك ويخلي لك مرتك وجهالك. الله يرضى عليك ويخليك ابوي يا ممنون. ايوه يعطيك الصحه والعافيه. على عيني وراسي. شباب اخذوا رقم زينب. مريم شلونك؟ السلام عليكم. الف هلا يا مريم، شو اخبارك؟ رمضان كريم. الله اكرم علينا وعليكم اختي العزيزه. ينعاد عليك بالصحه والعافيه يا ربي، ربي يخليك ويطول بعمرك على الجميع يا رب. الله يسلمك يا طيب. عيني. طبعا معنى كلمه برياني هي اصلها طرجن فارسيه ويعني الشيء المقلي بالفارسي. حلو. أيه. حلو، ممنون منك. هذا هو، هذا الدواء. ممنون منك ابويا، انت ممنون منك. يعني منك يعني ما اقدر، يعني لازم احكي كل اللي بقلبي. اكساء الفقير وانطي الفقير بيوم عيد ورمضان. رايي الشخصي ما لي علاقه ولا تتبناه قناه رشيد ولا اي واحد. أحسن من ألف مظاهر يسووها الناس بالشارع في سبيل أنه هذا يشوفه والله مؤمن، والله يعرف الله، والله دا يساعد هذا ألف مرة. فأكو يمكن بيت شعر أو هيك شيء، يعني مرة قال أحد الأشخاص أو العلماء الدين، علماء الدين بالنجف الأشرف على ما أذكر، ما أذكر اسم العالم، قال طوفوا حول بيوت الفقراء فبين أزقتهم يسكن الله. طوفوا بين بيوت الفقراء، لا تروح لمكة وحجي وحرام، طوفوا بين بيوت الفقراء لأن بين أزقتهم يسكن الله. هذا بيت الله، بيت الفقير هو بيت الله. وإن شاء الله ما قصر يا زينب تأمرين أمر، مو بس أني، أكو هواية ناس راح أتوجه لهم أني، ومن ضمنهم الأستاذ صلاح اللامي اللي موجود عندنا دائما من بعد اذنكم في مطعم دائما صاجري، فاروح له وهاي المواضيع اللي تساعد الناس كلش ما يقصر، واكيد ما راح نقصر ياك ابويا. زين هذيتيني زينب كلش والله العظيم، حتى ما دا اعرف اشتغل. خلينا بس اسوي هذا التليفون. شباب طين المقادير بعد اذنكم مره الاخرى. من معالي شلونك؟ شلونك ام علي؟ الله يخليك. الله يخليك. شلون اخبارك؟ صحتك؟ كريم. الله يخليك ابويا، سولفي لي. الله يسلمك. معناها هي فارس ومعناها قلب تمس بالدهن. ام علي انطيني عدي. ممنون منك. معناها فارسي وانه الرز ينقلب دهن. شكرا لك يا ام علي، وان شاء الله تكون اجابتي الصحيحه. زينب حسون. الو السلام عليكم. شلون زينب؟ شلون اخبارك؟ الله اكرم علينا وعليكم. سولفي لي. على هاي الكلاس. الله يرضى عليك ويخليك ويطول بعمرك يا رب. والله نقول اقول هالكلمه فارسيه. زين. يعني مرجوع على فعل بريان. ها فعل بريان اللي هو معناه شنو؟ اي اصل الكلمه يعني. اوكي. اوكي. ممنون مقلية ومشوية. ممنون منك ابويا، ممنون منك. طبعا هاي المواقف لازم الكل يتحل. انا ما اقدر حقيقه، يعني لو مو عندي حلقه ما اقدر اكمل اصلا.
ان شاء الله هم راح اقصد بها الاستاذ اللي دائما انا اشتغل يا الاستاذ نمير عبد الحسين الفنان العراقي اللي دائما هو يساعد هوايه ناس انا شايفه بعيني. عوائل كلش هوايه دائما، بس هو مسافر خارج عراق قصده بموضوع زينب، وان شاء الله تعيدين بهدوم جديده بحيل الله. اوكي زين، هاي سويت فيها. اوكي هنا نحاول يعني نخنق اللحم، نخنقه شلون انه ما يطلع عندي الهواء ابدا. اوكي محمد شلونك؟ ام محمد شلونك؟ شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ شلون اخبارك؟ الله يسلمك بخير الحمد لله. الله يرضى عليك ويخليك ابويا. تدوي قلبك. سولفي لي عيني انت. عيني الجواب، يعني الجواب هو المشتق من الكلمة الفارسية. اي. بريان يعني تعني مقلية او المشوية. والثانية؟ من شمال الهند. والثانية الكلمة الثانية تعرفيها اللي بسببها يعني سموه برياني؟ اكو كلمة ثانية؟ اوكي يلا مو مشكلة. برياني مو مشكلة. انا عمود اليوم 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 اساعدكم انه على كلمة برنج. برنج هو بالفارسي او بالكردي يعني تمن. زين أم قصي شلونك؟ شلونك أم قصي؟ هلا أبويا شلونك؟ شلونك حبيبتي؟ شلون صحتك؟ مشتاقت لك أبويا. الله يعطيك العافية، يعطيك العافية أمي أنت حبيبتي. وفقك شلونك؟ شلون الأهل الوالد؟ الحمد لله، الحمد لله، أنت بخير أنا بخير أمي حبيبتي. يحفظكم أنتم بخير إحنا بخير. فدوى أروح لك عيني. على الوصفات الحلوه فدوى الوجه. سولفي لي شنو جاوبك امي؟ ابوي ابوي اجاوب؟ اي اي اكيد. ابوي جاوبك شنو؟ اوكي سجل لي خالتنا قصي حتى لو ما قدرت تجاوب او تاخرت بالجواب ودخل اسمك بالقرعه حتى لو ما جاوبتي. تحياتي لك امي ام قصي. ام مصطفى شلونك؟ أمه شلون اخبارك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ الاكلات الحلوه. الله يرضى عليك ويخليك. من وين؟ من البصره. من البصره من الجزائر. يعني ارقى منطقه بالجزائر. تحياتي لك ولكل البصره. دائما كنت اروح اني للجزائر ونسيت هذا السوق المسقف بخيمه شو اسمه. تحياتي لك ولكل اهلنا بالبصره. سوق الخيمه. سوق الخيمه اي. تحياتي لك ولكل اهلنا بالبصره. سولفي لي. برياني هي كلمة هند آرية يعني شمال إيران. وتعني يعني البرنج يعني معناها الأرز أو التمن. التمن. شكرا لك يا عم مصطفى، ممنون منك أبويا، ممنون منك. بس خلينا شوف هذا مو ملبوش في رأس الدخان بالوجه دقيقة. يا رب. شلونك يا كريمة؟ الو بابا كريم عليك. شلونك؟ شلون اخبارك؟ وعليكم السلام. الله يرضى عليك ويخليك ابويا. شلون صحتك؟ معناها فارسي. ايه التمن المقلي. التمن المقلي. ممنون منك، ممنون منك ابويا انت. هذا اخليه هنا لو اجيبه هنا مخرجنا. شوفوا هنا انا خال هوايه السليفون الومنيوم، هوايه كلش مو مثل الدجاج اكثر. ليش؟ محتاج اللحم بخار وقوه طبخ اكثر من الدجاج. بسم الله. شوفوا شلون صاير اللحم. يخبل اللحم صاير هنا. لا وين تعال ارجع لي ارجع لي شوف هاللحمه شلون صايره منتهيه. باعوها. الصحه والعافيه على اللي راح ياكله. هاي اللي يحبها عدي دائما ويتعارك وياها على مودها. زين زميل عدي فوزي اليوم اخذ مقادير السلطات فتوش والجرجير. خلي يجيب لي الصينيه عمود نصب لكم.
زين خليه بس اخلي اللحم هنا. حسوني شلونك؟ الو شلونك ابو علي؟ حبيبي شلونك شيف عرفان؟ شلونك قلبي شخبارك؟ عاشت ايدك على هاي الاكلات فدوى اروح لك ابو علي حبيبي انت. حبيبي عيني. اكلك كلش طيب. عيني انت. انت الطيب ابويا سولف لي. حبيبي من ايران. من ايران؟ من ايران واصلها المشويه المقليه. التمن المشوي او المقلي؟ التمن المشوي او المقلي. اوكي ممنون عشان. ممنون ابو علي ممنون ابويا. حبيبي 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 انت حبيبي. ام رغد شلونك؟ السلام عليكم. الف هلا شخبارك؟ والله الحمد لله وشكرا. الله يرضى عليك ويخليك. الله اكرم علينا وعليكم. اليوم انا هم ان شاء الله من فضل رب العالمين مستويه. يزيد ويبارك يزيد ويبارك. وعلى طريق الله يزيدكم يا رب. الله يزيدكم على الجميع ان شاء الله. عيني سولفي لي. والله اليوم ان شاء الله المقليه على المشويه. شنو هذا الجواب؟ لا يعني ليش سموه برياني؟ شنو المقلي والمشوي؟ شنو المقلي والمشوي؟ والله ما اعرف. أوكي. يعني هاي المعلومه ايش قد نطبخها بس يعني شيء جديد علي. أوكي. يعني لا 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 اقول لك يعني هو شنو المقلي؟ يعني المقلي لحظه شيء في العفو، المقلي غير يعني النقلي في لا لا امي انت عيني باعيني. هو سؤالنا ليش سموه برياني؟ كلمه برياني اوكي هو مقلي او نحمسه شنو هو؟ غير المكونات هي نسويها خليط مزيج من المكونات. والله هذا لا عرفه. التمن التمن ايش بيه التمن؟ هو برياني دا اسالك عنه ليش سموه برياني؟ اوكي يلا ممنون منك ابوي. هو مزيج او خليط من كل المواد اللي دا اخليها الخضروات. أوكي. هذا بعد. اوكي ممنون منك ابوي ممنون منك. رقية شلونك؟ الحمد لله. شلون اخبارك؟ الحمد لله مباركين بولادة الحسن المجتبى. الله دخيلك يا رب دخيلهم ان شاء الله عليهم السلام. كل الناس ان شاء الله مباركة يا رب هيك ايام مباركة. عيني انت سولفي لي ابويا. البرياني كلمة مشتقة من اللغة الفارسية. من اللغة الفارسية؟ اوكي ليش؟ معناه يعني الرز المخلوط ويا الخضروات واللحم. اوكي ممنون منك ابويا ممنون منك. زين خلينا صفة المندي بس مو البرياني. شوفوا اللحمة شو مستوي عندنا. هاي صارت بهذا الشكل. اوكي عندي بعد اتصال. يلا هذا هنا صار جاهز عندي المندي. السلام عليكم يا اثير. مبارك مبارك ان شاء الله. مبارك علينا وعليكم الله اكرم يا حبيبي. حبيبي قلبي. معناها هي اصلها كلمه فارسيه البرياني. زين ومعناها يعني معناها للعربي معناتها قليل ارز بالزيت. قليل ارز بالزيت ممنون منك واشكرك على اتصالك يا طيب. من عندي ابو جاسم شلونك؟ زعلان علي. محمد شلونك؟ عيني شلونك شيخ؟ شلون اخبارك؟ الله الله يبارك بيك والله اكرم يا ربي يخليك عمري انت سولف لي. نشكرك على هاي الاكلات الطيبه. عمري انا اللي اشكر متابعتكم للبرنامج شرف لي متابعتكم. ربي يسلمك. سولف لي حبيبي. بالنسبه للجواب هي التمن المقلي. التمن المقلي كلمه فارسيه. كلمه فارسيه ممنون منك يا ابو جاسم ممنون منك قلبي. هنا راح نشتغل اول شيء الفتوش. انا بالفتوش احب اخلي فجل هوايه. تريدون اقل اكثر براحتكم انتم. زين منو
نضال الشونج. الو يا نضال. نعم. شلون اخبارك؟ نعم. شلون اخبارك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله شيخ. ونعم بالله. صيام مقبول ان شاء الله يا رب عليكم، رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلينا ان شاء الله والله اكرم. يا ربي يخلي. سولفي لي يا اختي نضال. شوف كلمة برياني هي طبعا باللغة الفارسية زين معناها الرز المقلي او المشوي مع الخلطات واللحم. اوكي، ممنون منك يا نضال، وان شاء الله تكونين من اصحاب الحظ السعيد وتفوزين يانا بمنتجات شركة بوش. ام محمد شلونك؟ عيني هلا ومرحبا. شلون اخبارك؟ الله يسلمك. الله يرضى عليك ويخليك. سولفي لنا ام محمد. اكله فرنسيه واسمها المقليه. اوكي، ممنون منك. ممنون منك يا ابويا. زين. هنا نخلي خلي نعناع، احب النعناع هم ويا الفتوش كل شيء يكون طيب. بعد ما نخلي الفجل خلينا نعناع، ايش نجي نخليه؟ خلي شويه فلفل. ام هدير شلونك؟ شلونك عيني؟ الله يخليك، انت شلونك؟ رمضان مبارك. الله يخليك، مبارك على الجميع يا رب يخليك ويطول بعمرك. سولفي لي. الله يسلمك. كلمة فارسية ومعناها الرز المقلي. الرز المقلي، ممنون منك يا ابوي، ممنون منك. أنا ممنونة، شكرا جزيلا. عيني. شكرا. عيني انت، عيني. الله يسلمك، رحم الله والديك. الله يخليك يا ابوي. انت هنا خلي هم شوية جزر. زين، بعد ما خلينا ناش راح نخلي الخس. الخس غسلوه كل زين وقلبه يشبي، ولو هسه الخس يعني مالتنا مال بغداد انتهى بعد، هسه لازم نستخدم يعني الخس مال اربيل شويه، اكو بعد بيه بروده او المستورد، بس الخس مالتنا بيه طعم اطيب. ها خلينا نخلي طماطة بعد. نشيل هنا أكيد. نبدي. خلي طماطه. عندي اتصال؟ اوكي. شباب كرروا المقادير بعد اذنكم. شباب خلينا ناخذ الفاصل الاعلاني الخاص بشركه بوش ونرجع وياكم.
الطباخ الجديد من بوش هو رفيقك الأفضل في المطبخ، فمع تجويف XX لارج الفريد وبسعة 147 لتراً، قومي بطهي كميات كبيرة من العزائم لأكبر التجمعات العائلية، وبابها المحكم يحتفظ بالحرارة والروائح ويمنع تسربها. تعمل ميزة السلامة الكاملة على قطع إمداد الغاز على الفور في حال انطفاء الشعلة. بوش، تقنية للحياة. شوية سوي شاي غورجية ليخبر. ثواني. عاشت ايدك. زين. خلي شوية امسح من السماور ماتي او القوري. صار منها عندي شاي بيشفت خلطة حلوة عمود يطلع لون الشاي الحلو مع جورجيا. شوفوا أطيب شيء شاي لما يتخدر لوقت مو قصير، لا لوقت أطول تحسوه يعني ياخذ النكهة أكثر. زين عندي كوثر. كوثر شلونك؟ الحمد لله. شلون أخبارك؟ الله يرضى عليك ويخليك ان شاء الله. عيني سولفي لي يا كوثر. البرياني مشتقه من اللغه الفارسيه ومعناها رز مطهو مع الخضروات واللحم. اوكي ممنون منك ابويا وان شاء الله اجابتك اجابه صحيحه وتدخلين ويانا بالقرعه. شلونك كفايه؟ الله يسلمك. شلونك كيف؟ شلون اخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. الله يرضى عليك ويخليك. سولفي لي يا كفايه. الكلمة إيرانية الأصل فارسية. زين. مأخوذة من التمن المقلي. تمن المقلي. ممنون منك أبويا أنت. الله يخليك. عيني هذا فلفل أسود. زيت زيتون. سماق مو هواية. لا تذبلون السلطة. ملح. دبس الرمان. خلي شوية افتحها لهاي اكثر. اوكي شوية عصرة نومي حامض. خلينا هنا. شوفوا هنا ما اخلي هوايه سماق. الهوايه سماق يذبل لي كل الخضروات كل شيء ما تفتهمون منها ورا شويه تلقوها عباره عن مي. فهمتوني؟ فخلوا السماق قليل كلش ما يصير هوايه. لو صار هوايه السماق اصلا هو السوريين يسووه ما يخلون سماق، يخلون على البصل شويه سماق ويقدموه. هاي طريقه السوريين لما يسوون الفتوش او اللبنانيين. يجي يخلي البصل ويرش عليه شويه سماق وانتهى الموضوع. زين. هاي صار الفتوش جاهز عندي، خليني اصبه هنا. دقيقة واحدة بعد إذنكم شباب.
كم ورقة نعناع؟ خليهم هنا شوية. بعدين شو نخلي؟ خبز الفتوش. بعدين اجاوب مخرجنا يسأل على اصل كلمة فتوش. فتوش هم عائلة من العوائل الغنية في لبنان، فلما ان شاء الله ترجع لبنان قبلة الدنيا كلها بالسياحة يا رب، لما صار المعارك الأهلية فأكو عائلة من العائلة المسيحية وكان عندهم بوقت الصيام الزفرين، فلما رايحين لهناك فهواية خالين أصناف لأن ضيوف جاي عندهم، ضيوف جاي من حرب وناس مسيحيين خطار عليهم، فنصبوا الأكل هناك فما أجوا يأكلوا بس السلطة، السلطة اللي كانت خس وطماطة وهالسوالف بالخبز أكلوها، فبسبب هاي هذه العائلة اسمها بيت فتوش، فبسببها سميت هاي السلطة بسلطة الفتوش. اوكي سلطة الجرجير. اوكي هاي يلا خلنا ناخذ مقادير سلطة الجرجير. هاي السلطة شوفوها الجرجير اللي موجود، عندي جرجير ثلاثة باقة وعندي طماطة وعندي اهم شيء الطماطة الكرزية، بصل عندي هم وعندي فجل احمر وعندي خلبل سمك وزي زيتون وملح وفلفل اسود. نغسل الكاسه. زين ايش راح نسوي؟ راح نخلي هنا، خلي لهم هذا خبز الفتوش. زين هنا نسوي طماطة كرزية. خذ هاي الطماطة، أنا ما أشلع هاي من هذه النوبات، أستخدمها بالتزيين، هاي الطماطة اللي يكون بيها يلا عندي اتصالات. يلا غسق الشونج. الو الو اهلا يا غسق. عليكم السلام. اهلا رمضان كريم. الله اكرم علينا وعليكم، عيني انت. معناها التمن المقلي بالفارسيه شنو هي؟ البرياني، معنى كلمه برياني يعني التمن المقلي. بزيح. ممنون ممنون منك ابويا، ممنون منك. اوكي اكيد ما ننسى نشكر شركه بوش لرعاية البرنامج الخاص بينا وشركة جورجية كذلك. شركة بوش أكيد اللي تقدم هدايا هواية للمشتركين وإضافة إلى المواد، إلى المواد اللي دينطوها هنا اللي بالبرنامج دا أشتغل بيها. شكرا جزيلا لكم وشكرا لكل أفراد عائلة بوش اللي يساعدونا بكل التفاصيل اللي نحتاجها بالأدوات. فاتن الشونج، الله يسلمك. شيف شلون اخبارك؟ الله يرضى عليك ويخليك. الله يحفظك. سولفي لي. الجواب فارسي. فارسي. يعني هذا الثمن الباقي. اوكي ممنون منك ابويا، ممنون منك. سوي شويه بصل. هم نخليه ويا الجرجير. خلينا الطماطه الكرزيه. الخضروات لما تخلون عليها التتبيله مالتها والدريسنج اللي يسموه اللي هو هذا السائل، افضل انه على السريع يعني نسويها وناكلها ما نتركها لان راح تذبل كلش. منو عندي؟ اوكي فلفل اسود والملح وخل البلسمك. مريم شلونك؟ مريم علاء، مريم
الو رمضان كريم شيخ. الله اكرم علينا وعليكم عيني انت. بالنسبه للسؤال اي معنى الكلمه، اصل كلمه فارسيه ومعناها الرز المقلي او المشوي. ممنون منك ابويا انت، ممنون منك يا رب ان شاء الله كل يفوز يانا اليوم. شفنا قلت لكم الجرجير وهالسلطات اللي بيها الخضروات ما تتحمل تبقى لفتره اطول، اوكي؟ هسه من نصبها. نور شلونك؟ الو السلام عليكم. الف هلا. رمضان كريم. الله اكرم علينا وعليكم، شخبارك يا نور؟ الحمد لله. الله يرضى عليك، سولفي لي يا نور شنو جوابك؟ جواب ان شاء الله هي كلمة فارسية. زين. بمعنى التمن يعني او الرز المقلي او المشوي. ممنون منك وان شاء الله تكونين صاحبة الحظ السعيد ويانا يا نور. هاي صارت جاهزة هنا السلطة اللي عندنا. شوية رشة سماق هنا صغيرونة. ورشة نومي حامض. شوي نعطيها لون بالجزر. شوفوا هنا شوية هي لون بالجزر بس. اوكي شوية هيك مجرد لون أرد أعطيها شوية بالجزر نغير الشكل مالتها. وبالصحة والعافية عليكم إن شاء الله. شباب نكرر المرة الأخيرة المقادير وعلى مود بعدها نسوي السحبة. شفتوا المقادير قدامكم وشفتوا طريقة المندي، بس يحتاج له وقت شي 4 ساعات يعني بعد دجاج ممكن يستوي على الضغط اللي عندنا اللي مو قوي، يعني هو بسليفون يعني فول. لحم يحتاج له وقت أكثر، فضروري جدا تتركوا الوقت أكثر، فهمتوني؟ تختارون اللحمة شوية يعني ما تكون يعني فخذ أو شي، هاي دائما تصير لحمة كلش طرية. آخر اسم عندي اسمه ليه؟ تسلم ايدك تعبتكم عدي وعادل. هنا نشوف من صاحب الحظ السعيد، يا رب تطلع زينب او اي احد، بس زينب شويه قهرتني كلش. بس
بسم الله. والله زينب والله باعلنية شلون صافية. زينب انت فزتي ويانا بهدية. زينب اللي اتصلت وياي ورقمك موجود، تروحين للشركة وان شاء الله انا هم راح انطي خبر للشركة بهالمواضيع وما راح يقصرون وياك لا استاذ اسماعيل ولا استاذ حيدر. النية الصافية سبحان الله. هنا وصلنا لنهاية الحلقة. اكرر واقول شهر رمضان، شوف قبلها عندي فد مناشدة مني اني جماعة الدقون سحور، ترى اقدس شهر بالدنيا كلها هذا شهر نزل القرآن به، شهر به جرح الإمام علي، كل شيء كل شيء كل شيء به مقدس بهذا الشهر. ناهيك عن قدسية هذا الشهر، تجي الصبح تفوف وطبل ماكو شيء بابا، ماكو شيء. انت تقعد الناس على مود يعني يتوضى ويصلي ويسحر على مود يصوم يومه اللي هو كل سنة يجي مرة، هاي الأيام اللي رب العالمين يغفر الذنوب كلها للناس به لما يكونوا صايمين صح. يعني هاي مو لا يذكر أنفسنا الله، لكن لما تجي تدق شنو هالمزاهر شنو بابا، شوية احترام لهذا الشهر، احترام للناس يعني خصوصا يمنا احنا مثلا بهالمنطقة بالسيدية أو بالإعلام يجي ما شاء الله. قريش شايفين معركة أحد من يجون نفس الشيء ونفس الأصوات. ونرجع نعود نعيد عفوا بيت الشعر اللي يقول طوفوا يعني بين أزقة الفقراء، لأن رب العالمين موجود بيناتهم. نسيت البيت الشعر اللي انحضرني لما حكيت يا زينب، طوفوا حول منازل الفقراء بين لأن بين أزقتهم يسكن الله. كل شيء لسوي هالأيام انطي الفقير، فرح فقير وشوف رب العالمين شلون ما ينساك. مثل ما اليوم زينب أكيد الله كرمنا وخلاها تفوز، وإن شاء الله دائما ما أنساش، وراح أبلغ كل الأصدقاء اللي مو مليار بالمئة راح تعيدين بهدوم جديدة. كل عام وانت بخير من هسه في مالا. الطباخ الجديد من بوش هو رفيقك الأفضل في المطبخ، فمع تجويف XX لارج الفريد وبسعة 147 لتراً قومي بطهي كميات كبيرة من العزائم لأكبر التجمعات العائلية، وبابها المحكم يحتفظ بالحرارة والروائح ويمنع تسربها. تعمل ميزة السلامة الكاملة على قطع إمداد الغاز على الفور في حال انطفاء الشعلة. بوش تقنية للحياة.